السلام عليكم. يوم عرفة وما أدراكم ما يوم عرفة. يوم عرفة ربنا أكمل فيه الدين، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إيه رأيك تخلي يوم عرفة عنوانه اليوم سأكمل توبتي إلى الله؟ كلنا توبنا من حاجات وما توبناش من حاجات، وكلنا عارفين كده كويس. إيه رأيك يوم عرفة تكتمل توبتك زي ما ربنا أكمل الدين في يوم عرفة، تكمل أنت توبتك لله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم أعظم يوم في السنة، ربنا بيغفر فيه الذنوب وبيعتق فيه الرقاب من النار. ايه رأيك اليوم ده يكون يوم عتقك انت من النار وربنا يغفر لك كل ذنوبك؟ مجرد ما تغرب شمس يوم عرفة يبقى غربت كل ذنوبك مع غروب شمس يوم عرفة. يوم عرفة اكثر يوم يعتق الله فيه سبحانه وتعالى رقاب العباد، اوعى اليوم ده يضيع عليك قبل ما تعتق رقابتك من النار. يوم عرفة يوم ربنا بيباهي بأهل الارض اهل السماء. يا ترى ربنا هيباهي بيك في يوم عرفة؟ يا ترى انت في يوم عرفة اللي هو ليلة العيد، هل انت بتحضر في سهرة العيد والسينما والشرب والبنات والصحاب، ولا في يوم عرفة انت بتحضر صلاة وعبادة ودعاء وذكر عشان ربنا يباهي بيك اهل السماء؟ تفرق كتير، ربنا بيباهي بيه اهل السماء، وواحد ربنا غضب عليه في اليوم اللي بيباهي بيه اهل السماء. يوم عرفة يوم رجاء، يوم رجاء وحسن ظن بالله. ابو سفيان كان واقف، سفيان الثوري كان واقف في يوم عرفة بيدعو، فجاء رجل قال يا سفيان من اسوأ الناس هذا اليوم؟ قال من كان يظن ان الله لا يغفر له. يعني يوم عرفة يوم امل ويوم رجاء ويوم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم دعاء، أحب الدعاء إلى الله وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو عدت طول يومك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يبقى كأنك عملت أفضل الدعاء. عايز تطلب أطلب، لكن ده دعاء جميل ممكن تكتفي به. هو ده دعاء؟ ده دعاء، ده اسمه دعاء الثناء، تثني على الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما تريده أنت. يوم عرفة يعني يوم عظيم لازم كلنا ننتفع به. يوم صيام طبعا، لان انت لو ازاي ما تصومش يوم عرفة؟ ربنا يغفر لك سنة ماضية وسنة مستقبلة. انا عايز يوم عرفة ده يبقى يوم تحول في حياتك، يوم اللي انت فعلا تقول فيه غربت شمس يوم عرفة، غربت آلامي وأحزاني وغربت ذنوبي بغروب شمس يوم عرفة. ياريت بقى بسرعة ننشر الفيديو دوت قبل ما يأتي يوم عرفة، وربنا يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. يلا بينا نجتهد، عايزين نقعد للشروق يوم عرفة، عايزين نصلي جنازة في يوم عرفة، نتبع جنازة، عايزين نتصدق على مسكين، عايزين نعود مريض عشان نعمل اليوم اللي عمله أبو بكر الصديق وربنا غفر له. طالما اجتمعت العمل في اجتمع ليك الأعمال دي في يوم واحد، عايزين نقسم من الدعاء، نقعد من العصر المغرب في المسجد، صيام، صدقات، صلة، هدية للوالدين، إحسان إلى الخلق. اليوم ده مش لازم يعدي كيوم عادي. يا رب يوفقنا وإياكم العمل الصالح، ننشر الفيديو بسرعة، يوم عرفة على الأبواب، ربنا تقبلنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.